من ضمن الأسئلة أعمل إيه مع الطالب اللي بيجي يقول أنا عندي ميعاد درس تاني في نفس الوقت بتاع درسك، وبتضح فعلا إن هو عنده درس في نفس الميعاد؟ تقول له لو مش حابب إنك تكمل كمل معاه، أو نسق مع المدرس بتاعك بحيث إن هو الوقت بتاعك يكون معاه. لو تعرف عندك مجموعة تانية نقله المجموعة تانية عندك في وقت تاني. ولكن المواضيع دي ما بتتخذش بعند مع الطالب، لأن ده عيل صغير أو طالب صغير فمش عارف يعمل إيه. فنصيحتي بلاش نعند معاه، نقول له أنت عندك دلوقتي درس، طب لا إما عندك كذا مجموعة تنقله المجموعة تانية، أو لو الوقت خلاص هو عاوز التاني ومش هيعرف يغيره خلاص قول له أنت كده مش هتعرف، أنت تكون بالنسبة لي متاح. ولكن ندي أوبشنز علشان دي يبقى الرفض من عنده ما يبقاش الرفض عندك، وتكسب كمان ولي الأمر وتفهم ده ولي الأمر، تقول له كذا كذا. فولي الأمر ممكن يكلم الأستاذ التاني، يمكن الأستاذ التاني عنده مجموعة تانية لو أنت ما عندكش فينقله. ولكن ما تاخدهاش بحدية وإشمعنى والواد مش محترمني وما أعرفش هو يروح له وما يجينيش أنا، ما تاخدش في الدايلما دي أو تدخل في الجانب ده عشان الدنيا تكون بالنسبة لك كويسة وربنا يوفقك.